هذا الإطار تؤخذ له ذكرى، تؤخذ لهذه الإطارات مثل هذه الإطارات ذكرى، ذكرى بيضاوية. شاهد السمك، بسم الله ما شاء الله، شاهد السمك، شاهد الخشبة، لو تشاهد معي الخشبة نشاهد سمك العسل، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لا توفر على الميزان، لكن هذا إطار 7 كيلو، هذا إطار 7 كيلو أكيد. هذا إطار لربما في منتوج منحى الخلايا القصيرة عند أصحاب 28 منحى. أصحاب 28 منحى ما زالوا مع التغذية، الحمد لله. نحن لسنا في التغذية الآن، نحن الآن في الإنتاج وليسنا في لا في الحضانة ولا ستنطلق الملكة الجنة. اسمع، مباشرات بعض الصفحات كلها انطلاقة انطلاقة انطلاقة، لكن أين هي النهاية؟ لا توجد. دائما عندنا الانطلاقة، وهذا هو المشكل، أننا أمامنا طرق جميلة في تربية النحل، لكن لغلدة الرأس لا نعترف بها. في التاريخ 26 8، شباب حياكم الله وبياكم، 26 8، شاهد عندنا 6 كيلو، شاهد 6.9 كيلو جرام، 6.9 كيلو جرام. هذا ربما انتاج خلية او منحل عند اصحاب 28 منحل، منتوج منحل ربما، الحمد لله الذي رزقنا هذا. باركوا لي اللي قمت بالحذف عليه من المشاغبين. وغدا سانشر كذلك قسم آخر من المشاغبين، كل يوم سأنشر من قمت بحذفهم. بسم الله ما شاء الله يا شباب، حياكم الله وبياكم، حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 26 8، لدينا 6.9 كيلوغرام، 2024، نعم نكتبها لكي تبقى للتاريخ، ربما هذه الصورة تجول غدا نكون أو لا نكون. يبقى يقول كان رجل اسمه جلال البيضاوي، الله يذكره بخير، قدم لنا إطار على أساس أنه منتوج عربي. يبقى للشباب القادم إن شاء الله، يقولوا كانوا هناك ناس فعلا أنتجوا هذا الكم من العسل من خلية واحدة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سنقوم بوزنه لكي لا يكون كلام في كلام فارغ. بسم الله، سأقرب الميزان هنا، عندنا الميزان الكهربائي، بطارية، وميزان التقليدي. سنرى الوزن على المباشر، شاهد أخي، سنرى أولا هنا في التقليدي، شاهد التقليدي محقق. ساهدون ساهدون ساهدون، حياكم الله وبياكم، أحلى ناس. شاهد أخي الكريم، شاهد أخي الحبيب، الميزان في الصفر، بمعنى لو دار الميزان 5 كيلو، بعدين سنبدأ نحسب كل كيلو 6، كل كيلو 7. هل هذا الإطار ليس بالجميل؟ شاهد أخي الكريم، 2024، شاهد جمالية الإطار، سمك الإطار، شاهد بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، سمك الإطار، شاهد. سنضعه في الميزان أمامك دقيقة، لكن الآن يدين مليئتين بالعسل والهاتف، وأنا دائما أكسر الهواتف، هذا هاتف أهداه لي أخي خالد، شاهد الخمسة، بسم الله ما شاء الله، قل ما شاء الله يا شباب، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، حياكم بالله، قولوا ما شاء الله. سأرفع يدي، لأن لو رفعت يدين شاهد يتلألأ الميزان، ها هو أنا رافع يدي لكنه غير ثابت. عندنا الخمسة، مررنا بالخمسة بالكيلو، 6، مررنا بالستة، 2 كيلو هنا،
900. بمعنى لدينا 5 6 كيلو، هذا هو الكيلو السادس. الكيلو السابع بقت 100 غرام، 6 كيلو و900 غرام، 6 كيلو و900 غرام على المباشر. شاهد أخي الكريم، هاي الميزان لف على 5، عندما لفينا على 5 مررنا بالكيلو الأول 6، بقى لنا 100 غرام 900 غرام. شاهد 6 كيلو 900 غرام، وكأنه إنتاج خلية قصيرة عند أصحاب الكلام الفارغ عند البيضاوي. والحمد لله، شاهد بسم الله ما شاء الله، سنراها كذلك الكهربائي. الله أكبر، أقول لك أجمل إطارات هذه السنة. ماذا قلنا؟ عليك بالله ماذا قلنا؟ 6 كيلو فاصل 900، 6 كيلو فاصل 900 غرام، إطار واحد أعطانا في التقليدي 6 كيلو 900 غرام، أعطانا في الكهربائي 6 كيلو 900 غرام. لكن هذا الإطار سنتكلم فيه دقيقة، سأعود به إلى الرافعة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا هذا الإطار أخي الكريم. شاهد، أقول لك أنا أرفع باليد وأقول لك بسم الله، الله يفر من يدي لأن يدي تتعسر. دقيقة دقيقة، يدي تتعسر لأن يدي معسرة ويفر من الإطار. كما يقول البعض، هذا شاهد سمك العسل، شاهد الخشبة، ونشاهد سمك العسل. عندما سنتكلم في العسل إن شاء الله سنتكلم في العسل على ما أعطانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، أقول لك هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أنا لست صانع العسل، صانع العسل النحل. النحل ما أعطى من عند الله سبحانه وتعالى. إذا الله أعطاك أعطاك خلاص، ما قصة. أنا أقول الحمد لله، لأن أقول لك قادمة إطارات هذا الأسبوع بال7 كيلو و8، سنراها على المباشر ب8 كيلو. اليوم شاهدت بعض الإطارات في بعض الخلايا، أقول لك ما شاء الله ولا قوة إلا. لكن دائما عندما أصل إلى هذا الإنتاج أقول الحمد لله، لا افتخار ولا أنا أو أنت أو أنت، لكن يعجبني أن أقول الحمد لله أني إن عملت بما يرضي الله، وإن عملت بما يرضي الله، وإن حافظت على هذا النحل وحافظت على هذه الحشرة بما أمرني الله رزقني الله. خلاص، هناك من يشتكي الآن انهيار خلايا والتغذية. سندخل الآن في أسابيع التغذية وفي أسابيع الكوندي وفي أسابيع المروض والمحفظ والكلام الفارغ. أقول لك أنا الآن أفرز، أترك نسيب النحل، تركت إطارات بال5 كيلو بال6 كيلو في الصناديق، والله لا أترك إطارات بال5 كيلو في الصناديق. لماذا؟ لأن هي من تقول هي بمعنى مأكول النحل، وهي بمعنى مخزون النحل. إن لم أتركها فلم أفعل شيء.